السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف نقرأ تمشي السياسة الخارجية لتركيا من خلال تتبع الخط الزمني للحكومات المتعاقبة وصولاً إلى حكومة العدالة والتنمية في 2002؟ كيف نفهم شبكة التحالفات والشراكات وأيضاً من هم الخصوم وحتى الأعداء؟ اليوم في أوراق تركيا نفتح ملف السياسة الخارجية لتركيا فأهلاً بكم. نرحب بضيفينا في الاستوديو دكتور برهان كوروغلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون باسطنبول اهلا بك دكتور برهان اهلا بك ونرحب بالدكتور سعيد الحاج الباحث المتخصص بشان تركيا اهلا بك دكتور سعيد أهلا وابدا معك دكتور برهان هل تركيا تملك سياسه خارجيه الدوله التركيه منذ نشاه الدوله التركيه الحديثه هل تملك سياسه خارجيه ام سياسات خارجيه؟ طبعا مثل اي دولة تعيش في منطقة خاصة مليئة بالتغيرات و يعني تنافرات و يعني تغيرات جذرية وطبعا تحت تأثير دولي قوي سياسة تركيا الخارجية صار هناك عدة مسارات يعني خط ان نقول عن خط عريض للسياسة التركية التي نتحدث عن تفاصيل يعني م. هذا الخط ولكن هناك مستجدات ومتغيرات يعني شديده التغيير في المنطقه لذلك السياسه هذه تتاقلم مع هذه التغيرات ولكن كدوله لها سياده ولها تاريخ طويل طبعا من يعني هذا التاريخ مليء بالنجاحات وطبعا سياسات كبرى هذه عندها لها خط واسع على على ان ان يكون هناك احترام لسياده الدول الاخرى ولكن كذلك احترام لتطلعات الشعب التركي وموقع التركي الاستراتيجي في في هذه المنطقه وكذلك تاريخ دوله تركيا التي يمكن ان نتتبعها من خلال الدول التي انشئ من هذا من قبل هذه الدوله كلها طبعا اكيد يعني تضع لنا عطار عام للسياسه الخارجيه التركيه ولكن حسب المتجددات طبعا تكون هناك يعني تغييرات مختلفه يمكن ندخل في التفاصيل اكيد سناتي للتفاصيل دكتور سعيد قبل ان نذهب في التفاصيل هل السياسه الخارجيه لتركيا للدوله التركيه الحديثه هل هي كما ذكر فقط تملك عنوان عريض او خط عريض ام لها جمله ثوابت تبني عليها مواجهات؟ بطبيعة الحال كما كل دولة الأمن والاقتصاد هما يعني ركيزتان أساسيتان لأي سياسة خارجية للدولة التركية وأعتقد أنه ظروف التأسيس ظروف النشأة وكونها تأسست على أعقاب دولة عظمى أو إمبراطورية مثل الدولة العثمانية أعتقد أن ذلك أيضا كان مؤثر جدا في جيناتها بمعنى في السنوات الأولى ربما أو السنين الأولى كان هناك نوع من الانقلاب على إرث الدولة العثمانية كان هناك انكفاء عن الشرق مثلا لأنه كان هناك رؤية أن هذا الشرق أو العالم العربي أو بعض العلاقات كانت من أسباب تشتت أو ضعف وانهيار الدولة العثمانية وكان هناك اتجاه كامل نحو الغرب تحت عنوان التحديث وأيضا الإرث العثماني ربما مؤثر الآن في هذه اللحظة مع العدالة والتنمية نجد أن هناك الكثير من الإحالات في الخطاب وفي التصورات في السياسات أن نحن وريثون لدولة عظمى وبالتالي تطلعات كبيرة وأحلام وخطط ورؤى ل 2023 و 2056 و 2071 وما إلى ذلك وبالتالي عفوا 53 وبالتالي لا هناك تاثير واضح ربما للدوله العثمانيه سابقا باتجاه وهنا باتجاه اخر لكن في نهايه المطاف هناك تركيز واضح ربما اعتقد على الامن القومي ربما باشكال وتمظهرات مختلفه لكن سابقا كان دائما هناك القضيه القبرصيه والمساله الكرديه وحاليا ربما هناك تمظهرات بغير. اخرى لهذا الامر لكن نجد ان الامن القومي احد ركائز السياسه الاهم ربما للسياسه الخارجيه التركيه سابقا وحاليا وان كان باشكال مختلفه يمكن ان نفصل فيها هو خلال هم الحلقه هم جدا عندنا نفهم بان الامن القومي والاقتصاد هو الذي يبني لكن مره اخرى لكن في جملة قصيره الخط الاساسي للسياسه الخارجيه التركيه هو قريب من الغرب كان اكثر بكثير سابقا ما زال حتى اللحظه وان كان هناك تقارب ربما لحظي احيانا او مؤقت مع روسيا لكن الخط الاساسي فكره العلاقه الاستراتيجيه بين الاتحاد الامريكي عضويه حلف شمال الاطلسي الناتو وايضا الرغبه في الدخول الى الاتحاد الاوروبي بقيت لسنوات طويله جدا لعقود طويله هي المحرك الاساسي ربما للسياسه طيب طيب لعقود آه آه طويله ولكن آه احنا ذكرنا بان تتبع الخط الزمني للحكومات يعني اذا نقف مع تاريخ 2002 وصول العداله والتنميه للحكم في تركيا ومن حين بدات نتحدث عن سياسه خارجيه اخرى نتابع هذا العرض اللي فيه اهم ملامح سياسه العداله والتنميه في السياسه الخارجيه التركيه نتابع كما كنا نشاهد دكتور بوران دكتور سعيد، 2002 وصول الحزب العداله والتنميه للحكم في تركيا وبدأنا نشهد يعني سلوك لا نقول سياسة ولكن سلوك آخر تجاه الإقليم المنطقة يعني الشرق المنطقة العربية جيران تركيا وأيضا سلوك آخر تجاه الغرب حلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا. أهم ملامح هذا السلوك إن كان نحو الشرق أو نحو الغرب. يعني اولا مثل ما ذكر الاخ الحاج ان اولا توجه تركيا الايديولوجي كان في بدايه تاسيس الدوله الجمهوريه كان غربا ولكن هذا لم يمنع تركيا من ان يتجه الى الجهات الاخرى اصلا هذا الذي اجبر يعني هذا اولا الجغرافيا التي نحن فيها مهم جدا مثل ما يقول ابن خلدون دائما في الفتره الاخيره دائما يعني يردد هذا الكلام الجغرافيا هي القدر ولذلك التاريخ التركي العميق في المنطقه وخاصه اصول الاتراك التي يعني كان جاء من وسط الاسيا ولكن كان يعني الدولة السلجوقية والعثمانية كان اصلا طبعا تكون في في منطقة لأن يمكن منطقة ايران والدول العربية العراق والمزوبوتاميا وطبعا اناضول وبعد ذلك البلقان، لذلك هذه شمالا نتحدث العلاقات مع الروس وشرقا مع ايران ومع الدول العربيه، لذلك وكذلك طبعا كون الدوله العثمانيه كانت طبعاً قويه جدا في في البحر الابيض، كل هذه الجهات كانت فيه داخل اهتمام الدوله التركيه الحديثه. لذلك تركيا الجديده بقي اهتمامها موجود. من خلال البحر الابيض المتوسط كان يمكن مع دول اوروبيه في البحر الابيض المتوسط، ولكن مثلا علاقات مع ليبيا بعد حتى بعد تاسيس الدوله العثمانيه استمر، علاقات مع موضوع قبرص بقي دائما اهتمام داخل الاهتمام التركي، او مثلا علاقات مع روسيا مع انه كانت متوتره ولكن لا يمكن ان يفك تركيا من خلال هذه الثلاث طيب ما ماذا اضاف العداله والتنميه؟ طبعا عداله والتنميه بالإضافة إلى اهتمام المتزايد مع الغرب، انفتح إلى الشرق بشكل قوي ومن خلال يعني أيديولوجية الحزب العدالة والتنمية هذه الأيديولوجية تنص على أن تركيا لابد أن ترجع إلى جغرافيتها القديمة الطبيعية مع الدول العربية مع أفريقيا، لذلك. توجه هذا طبعا كذلك بدعم من هذه الفكرة فكرة تركيا لابد أن تتجه شرقا كذلك ولكن هذه خاصة عداوة تمية لم يضع أي حدود لاتجاهها بعد إذنك دكتور برهان هناك من يرى بأن هذا الاتجاه غير مبني على سياسة ورؤية هو كل مبني على مصالح اقتصادية تركيا لم تنفتح شرقا إلا على مصالحها الاقتصادية ولم تكن لها اي توجهات نحو ان تتحدث عن تركيا جديدة تركيا الحريات والعداله والديمقراطيه. يعني اولا يعني الجيل الذي خاصه حكم تركيا لو هنا نتحدث عن عداله وتنميه نتحدث نعم 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 عن 2002 هذا الجيل يعني في فتره نعم التنميه هؤلاء نشاوا في ظل فكره الاسلام ويعني لذلك توجههم الى الشرق لم تكن فقط مجرد توجه مصالح. صحيح تركيا ترى مصدها في كل الاتجاهات ولكن توجه إلى الشرق إلى العالم العربي إلى أفريقيا هي لها بعد حضاري قبل كل شيء يعني الأشخاص الذين حكموا المنطقة مثل أردوغان مثل داود أوغلو هؤلاء يعني لهم يعني يعني شخصيا عندهم توجهات شخصيه للاتجاه الى 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 العالم العربي الى افريقيا لانهم يرون في انفسهم انهم يمثلون يعني استمراريه للحضاره العثمانيه، لذلك هذا التوجه الشخصي او او حزبي اعتقد كان يعني هذا الذي اعطى هذه السمه وهذا اللون للسياسه الخارجيه التركيه، ولكن هذا دائما كان مربوط بمصالح اقتصاديه، مصالح سياسيه اقتصاديه. طيب. صدر اختبارات لذلك اهم اختبار دكتور سعيد كان سنه 2011 والربيع. العربي وثورات العربية العربي وجدت نفسها تركيا أمام اختبار جديد أفرز سياسات أخرى أيضا صحيح لأنه منذ 2002 وحتى 2011 كانت السياسة الخارجية التركية محافظة نوعا ما تقليدية نوعا ما متوازنة وكانت مقبولة بالمناسبة في العالم العربي كما مقبولة جدا كما تذكر كان هناك محوران محور الممانعه ومحور الاعتدال كما كما كان يسمى في ذلك الوقت وكانت مقبوله من الطرفين الى حد بعيد جدا وكانت معتمده على القوى الناعمه والشراكات الاقتصاديه والتبادل الثقافي وما إلى ذلك الآن عام 2011 تميز بأنه يعني التوازى فيه التغير الأكبر في المنطقة الثورات العربية التي قلبت نظما مهمة ومستقرة ربما مثل النظام المصري مثلا وهو مؤثر في المنظومة الإقليمية بطبيعة الحال إضافة لتوازيه مع متغير داخلي العدالة والتنمية مع 2011 وصل لذروة قوته الداخلية حصل على 49.5% في الانتخابات تسع سنوات من الحكم المستمر ترسيخ حكمه في تركيا تفكيك كثير من النظم الوصاية وما إلى ذلك وبالتالي المتغير الأكبر إقليميا مع القوى العظمى في الداخل أعطى الدفعة ربما لتركيا أو للعدالة والتنمية أنه يمكن أن نفعل شيء يمكن أن نصوغ شيئا ما سياسة خارجية الآن بدأت, بدأت أكثر مبادرة أكثر نشاطا أكثر انخراطا في القضايا يعني أذكر مثلا تصريح السيد أردوان لمبارك بعد أيام من الثورة المصرية أنه ينبغي ان تح يعني ان تحسب الحساب لعاقبتك وكل منا سينزل الى قبر مترين في متر وما الى ذلك يعني كان يعني لم تكن هذه السياسه الخارجيه التركيه قبل ذلك اعتقد انه كان هناك استشراف في انقره بان هذا الحدث الكبير الزلزال السياسي في المنطقه قادر على صياغه نظام اقليمي جديد تكون الرياده فيه لتركيا لا سيما وانه اكثر قوى التغيير انجاز التعبير فعاليه وحراكا كان الاسلاميين والمحافظين في كثير من الدول وبالتالي هؤلاء كان لديهم علاقات جيده مع تركيا بالعكس كانوا يتحدثون عن النموذج التركي وفق صياغه اوباما ربما في 2009 وبالتالي كان هناك استشراف ربما الملحوظه هنا ربما من وجهه نظري انه لم تكن تركيا تملك الادوات لفعل ذلك او على الاقل لم تصرف جهدا كافيا لان تفعل ذلك يعني كان هناك امل ما وكان داود أغلو في تلك اللحظة وزير الخارجية كان يتحدث عن محور الديمقراطية بالتعاون مع مصر وأن هناك استشراف لمتغير إقليمي جديد لكن لم نجد استثمارا تركيا حقيقيا في ذلك يعني لم تدفع تركيا أثمان باهظة أو لم تقف بشكل حازم وحاسم إلى جانب هذه الثورات كان موقفها من الثورات متباين نوعا ما يعني في ليبيا كان مختلفا عن مصر في سوريا بطبيعة الحال كان مختلفا مثلا عن اليمن وما إلى ذلك لاحقا ربما بعد سنوات ادركت تركيا هذه الحقيقه انه هي غير قادره بادواتها الذاتيه ان تحدث التغيير الذي تريده وانها بالعكس بعض الامور انقلبت عليها ربما صحيح. وهذا لاحقا حصل بعد 2013 وخاصه في الملف السوري يعني في اخر الامر كان 2011 اختبار لتركيا وتضحى بان تركيا لم تكن تملك اولا عقل استطاع ان يتفاعل مع رده الفعل الحاصله مع الربيع العربي يعني كثير من الثورات كان تتحدث عن موقفها في ليبيا تعاطيها مع الملف السوري وهو اصعب ملف تعاطي مع تركيا وبالتالي وجدت نفس الان تركيا تعيد في فتره ما في 2016 مع بن علي الدرم تعيد صياغه سياساتها وتحمل كل المرحله من 2011 الى 2016 الى احمد دوغلو باعتبار انه كان مهندس تلك المرحله هل هذا يعتبر محاوله من تركيا لصياغة مرحله جديده وتنسى كل ما مضى وتعيد تتموقع في هذا المشهد من جديد على المستوى الخارجي. يعني أنا بالنسبة لي يعني التفسيرات حول الدور الغربي من هذا يرجع إلى الدرجة الأولى أكثر ليس من طرف الحزب هذا تم ولكن من, من طرف أطراف أخرى من المعارضة يعني انتقادات ولكن هذا كان يرجع إلى السياسة الداخلية هذا الانتقاد بينما تركيا يعني لم تغير من مبدئها الأساسي في السياسة الخارجية. وهو ما زال وهو اولا دعم الديمقراطيه في المنطقه وتاكيد على ان يكون هناك انفتاح في هذه المنطقة على العالم مثلا سياسة السورية كان بعد ذلك قبل نذهب سوريا يعني لو استمع إلينا الآن مشاهد ليبي سيقول أين كانت تركيا من المعمر القذافي في 2011 مثلا بالنسبه لمعمل القذافي اولا تركيا طبعا لما تقول تركيا تدعم ديمقراطيه جميل ولكن في 2011 موقف تركيا من الثوره الليبيه كان مرتبكا يعني هي ديمقراطية هي شيء واحد ولكن م. هناك امور اخرى تركيا كانت تفرض ترفض اي تدخل يعني تدخلات من خاصه من الدول المستعمرة في المنطقه لذلك موقف في ليبيا كان موقف ليس لدعم قذافي ولكن ل عدم السماح بالتدخلات الخارجية التي تركيا طبعا تعي بشكل جيد أن هذه التدخلات لن تكون في مصلحة الدول في المنطقة مع ذلك طبعا الربيع العربي يعني قد تكون نستطيع نقول أن كان هناك نوع من السذاجة في السياسة الخارجية التركية في تلك المنطقة في مرحلة ظنا بأن هذه هذا الربيع هي شيء طبيعي اندفاع شعبي ويجب ان يعني ندعم هذا الربيع باي ثمن ولكن لم تكن تركيا تقدر رد فعل الغرب ورد فعل دول التقليديه في المنطقه مثل السعوديه مثل الامارات على هذا الموضوع كانوا طبعا مجرد من خلال تجربه تركيا صحيح تجربه تركيا صار كان هناك عقبات من الداخل كثيره ولكن لم تكن هناك عقبات من الخارج بشكل كبير بينما المنطقه العربيه معلومات تركية في العصر الحديث صحيح. لم تكن قويه عن العالم صحيح. العربي لذلك يعني بسذاجه قالوا نحن مع الحراك الديمقراطي مع الثورات مع الحريات في هذه المنطقه وانا ارى هذا قد يكون فيها سذاجه ولكن فيها صدق وفيها امان يعني الثقه لهذه الشعوب ولكن هناك آه في الاخر اكتشفت الحكومه التركيه بان تشخيصها لهذا الواقع الثورات العربيه لم يكن دقيقا الى حد ان يصبح لها انا, أنا سياسة لا اظن ان هناك من استطاع ان يشخص هذه الثورات بشكل جيد الى الان يعني استطيع ان اقول حتى الدول العربيه والمثقفون والسياسيون انفسهم من انا في في تلك المرحله شخصيا التقيت مع كثير من القاده آه السياسيين العرب اكثرهم كانوا متفاعلين لانه يعني قالوا حتى هذا الامر تاخر تحسبا للثورات التي قام في الدول شرق اوروبا هذا يعني تاخر تقريبا ثلاثين سنه لذلك هذا التقدير لم يكن من اي يعني فقط بعدما بدا يعني فشلات وتدخلات الخارجيه ازداد بدأنا نتحدث عن فشل الربيع العربي ولكن هذا الأمر لم تكن محسوم عل... في ف... البداية وهذا لم يكن محسوب <applause> تركيا ولكن دكتور سعيد تركيا أيضا وفي طر صناعة صناعة اللحلة يعني في 2011 وما بعد الملف السوري الملف السوري الملف اللي فيه كل المتداخلين كل الفاعلين شرقا وغربا تركيا تجد نفسها في محور الحراك ميدانيا وسياسيا كيف كانت تعطي تركيا مع هذا الملف؟ مرتبكا نوعا ما لكن ايضا حذرا في البدايات، يعني ربما الكثيرون يتناسون جزء مهم جدا من تعامل تركيا مع الملف في السوري هو السنه الاولى، يعني الكل يتذكر حتى اللحظه انه دعم تركيا للمعارضه واستضافتها للمؤتمرات والدعم العسكري والسياسي والاعلامي والاغاثي وما الى ذلك، لكن ينسى انه في سنه كامله منذ اذار مارس 2011 بدء الحراك في في سوريا حتى اذار مارس 2012 كان هناك تواصل دبلوماسي وكان هناك محاولات وزيارات وداود أغلو زار الاسد عده مرات حكى في دار رئيس استخبارات زار سوريا عده مرات مجلس الامن القومي التركي اتخذ عده قرارات من ضمنها ارسال موفدين للاسد والحديث معه وكان الضغط منصبا على اجراء اصلاحات داخليه تجنب سوريا اي نتائج كارثيه وتجنبها التدخلات الخارجيه كان ذلك هو الموقف التركي الان لاحقا استمرار التعامل الامني، بدء تسليح الثوره ولا يعني التعامل الميداني ربما والتطورات الميدانيه دفعت تركيا ربما لتغيير الموقف، لكن انا اعتقد انها ايضا اضافه لتطور الميداني في سوريا، كان الموقف التركي مدفوعا بامرين فيهما خطا وفيهما خلل كبير جدا، الامر الاول ما تفضل به الدكتور برهان قبل قليل انه تركيا رغم ان سوريا دوله حدوديه وما يحدث فيها ربما سيتحول لاحقا لشان داخلي تركي، لكن لم تكن لديها المعلومات الكافيه، لم يكن هناك إلمان تركي ومعرفه تركيه عميقه بالدولة السورية والسياسة السورية والمجتمع السوري والمناطقية والجهوية والى اخره وبالتالي الى اين يمكن ان تتحرك الامور؟ هذا امر اعتقد انه كان طبيعيا في ظل انكفاء تركيا 90 سنة ربما عن المنطقة وعن سوريا وعن الشرق لكن في نهاية المطاف هذا ايضا عامل محدد لانك انت تسوق قراراتك وسياساتك بناء على المعطيات. الامر الثاني كان هناك ثقة للاسف في البدايات في الاتجاه الغربي او المحور الغربي وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية وكان هناك حديث عن اصدقاء سوريا وتغيير النظام سريعا جدا و لاحقا التعاون الغرفة الموك وما الى ذلك اللي هي تدريب وتسليح المعارضه السوريه والتي انقلبت عليها الولايات المتحده الامريكيه لاحقا بعد رفع شعار داعش وبالتالي انا اعتقد انه هذه الامور الثلاثه المحددة الثلاثه دفعت تركيا للمسارعه والانقلاب ربما 180 درجه سحب الشرعيه من النظام دعم المعارضه السوريه استضافتها وتحول اسطنبول ربما او الاراضي التركيه بشكل عام لمركز لها لكن في نهايه المطاف خلال هذه السنوات كلها منذ 2011 وحتى اليوم، تطور وتغير الموقف التركي تبعا لتغير الموقف الميداني او تطورات الميدانيه وايضا المقاربه الاقليميه والدوليه، يعني من مطالبه الاصلاحات لدعم المطالب الشعب السوري لدعم المعارضه سياسيا، لاحقا دعمها عسكريا، لاحقا يعني تبني الموقف او الحل السياسي بعد اتفاق لافروف كيري في 2013 ان لم تخون الذاكره في مؤتمر فيينا. ثم لاحقا وجدنا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة هنا في تركيا وتعاظم الخطر المشروع الكردي بين المزدوجين أو الدولة الكردية بين المزدوجين بدأت عمليات عسكرية ثم لاحقا تحدثنا عن طبعا مسار أستانا وما إلى ذلك وبالتالي ليس هناك موقف تركي جامد أو واحد هو هو ربما موقف هناك تطور متفاعل يعيش, يعيش حالة السيولة يعرف هذا الملف أنا أعتقد أنها موقف متفاعل متحرك دينامي يعتمد على ثلاثه امور يعني الصهر بين الثمور، الموقف الميداني في سوريا، المقاربه الاقليميه والدوليه وتوصيفها للاحداث في سوريا والثالث المشهد الداخلي التركي ايضا، طيب. يعني قوه العداله والتنميه وقوه الحكومه وثباتها شيء والالتفاف الداخلي، الانقلاب العسكري كيف عندما حصل وفشل كان له تداعياته وما الى ذلك. طيب انت اشرت الى الولايات المتحده الامريكيه ودورها ايضا في التاثير على السياسات التركيه في الملف السوري وغيره من الملفات نتابعه بعض هذا العرض الذي فيه علاقة تركيا مع السياسة الخارجية التركية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ثم نعود لمواصلة النقاش إذا كما نشاهد يعني هو تاريخ في محطات مهمة وأيضا أزمات متكررة دكتور برهان يعني من حليف استراتيجي سنة 95 وشريك داخل حلف الأطلسي تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحلف ولكن يعني مؤخرا حدث دائما بعد 2011 عرفت هذه العلاقات أزمات متكررة وأصبحت تقريبا ازمات جزء من من هذه العلاقه يعني الازمات مركب لهذه العلاقه اذا استثنينا طب في طبيعه الحال الازمه العابره اللي الموقف التركي من الغزو الامريكي للعراق والموقف التركي كان ضد هذا الغزو ولكن في عموما من بعد 2011 وخاصه في الملف السوري كانت العلاقه ليست هادئه بل كانت علاقه متوتره لماذا هذا يعني اولا يعني خاصه اذا نحب ان نرجع الى الغزو لا. الكويت وبعدها غزو العراق طبعا من طرف امريكا، طبعا موقف التركي كان موقف الشعب التركي كان ضد هذه التدخلات، وازمه اصلا بدا بشكل حقيقي في تلك الفتره، ولكن اذا رجعنا ما قبلها كل المثل الانقلابات العسكريه كانت في تركيا مدعومه من قبل امريكا يعني الناتو فهذا الامر طبعا كان موجود في ذاكره الشعب التركي وكذلك في ذاكره خاصه الاحزاب السياسيه. لذلك في البدايه يعني اول ست سنوات نستطيع ان نقول حزب العدو والتنميه حارب ضد الدوله العميقه ان يعني صح التعبير يعني. ولذلك بعد يعني بعد 2008 و9 بدانا نرى هناك يعني او آه يعني نقول سيطره ملحوظة اكثر من طرف حزب العدو والتنميه. على السياسة التركية الخارجية حتى في تلك المرحلة رأينا طبعا علاقة الحزب أو جماعة في تلك الفترة بعدها طبعا هذا المنظومة الإرهابية الفتو كانت ما زال يعني داخل الحزب أدوات تم من أجل مصلحة الدول الأوروبية الكبرى لذلك علاقة يعني تركيا السياسية السياسة التركية الخارجية كانت فيها دائما صدامات موجوده مع الدول العظمى مع سياسات الدول العظمى ان كان أنا أنا من طرف روسيا في فتره الاتحاد السوفيتي او مع الاتحاد الامريكي الولايات المتحده الامريكيه نعم في 2011 وحتى في قبل 2011 في 2011 كانت هذه العلاقه هذه العلاقه مع الولايات المتحده مازومه هناك ازمه في علاقه بوجود فتح الله في الولايات المتحده الامريكيه هاربا ولا زال الان مطلوبا الولايات المتحده الامريكيه من من تركيا وكذلك هناك ازمات اخرى تقريبا الولايات المتحده الامريكيه اتهمت تركيا في عديد المرات بانها كانت وراء مشاكل داخليه في الاقتصاد في الامن وايضا في علاقاتها مع الجيران. يعني حتى موضوع الارهاب كذلك م. نرى انه مثلا هناك كان تدخل اوروبي من قبل من قبل دعم البي في الفترات الماضيه الطويله الذي اصبح مدعوما امريكيا الان نعم بعد التحرك التركي الى المنطقه خاصه هذا مثلا كان تطور العلاقات بشكل جيد مع سوريا يعني اصبح هناك نوع من القلق في الطرف الاوروبي بين فرنسا ودول اوروبيه مثل المانيا ان هذه الوحده التي بدات تنشا بين تركيا وسوريا الى اين يمكن ان يتجه؟ وكذلك مع شمال شمال العراق كذلك علاقة يعني اقتصاديه قويه ولكن يعني كل هذه العلاقات تنبني على اولا الجوار الجغرافي على البعد التاريخي والمصالح المشتركه ويان يعني هذه هذه الانرجي وهذه السينرجي بين تركيا والمناطق المجاوره اعتقد اقلق الطرف الغربي هل يعني ما من الطرف بين الغربي؟ الدولة يعني الولايات المتحده الامريكيه بالاساس طبعا طبعا كذلك الولايات المتحده وهناك قوى داخل الولايات المتحده خاصه الذين يدعمون اللوبي الصهيوني يعرفون ان اي دوله اذا قويه اكثر من لازم تكون ستكون خطر لاسرائيل لذلك اضعاف تركيا جاء من 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 هذا الموضوع، والشعب التركي خاصه موقفه مع القضيه الفلسطينيه معروفه، وسياسات الحزب العداوه والتنميه مع القضيه الفلسطينيه، اقلق يعني التكتل الغربي بما فيها اوروبي، بما فيها امريكا، لذلك هذه العلقلات هذه او يعني جر تركيا الى المشاكل مع العراق ودعم الارهاب في شمال العراق او في شمال سوريا، كلها جاء من خلال هذه التخوف من ازدياد قوة تركيا في المنطقة نتحدث عن دعم الإرهاب يعني دعم الأمريكا للجماعات الإرهابية التي تصنفها تركيا طبعًا طيب. طبعًا على كل موقف تركيا أيضا من السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تركيا وأيضا الاتحاد الأوروبي وروسيا ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا في عالم تزدحم فيه الاحداث وتتعدد زوايا الخبر احداث تدفع عجله الديمقراطيه الى الامام واخرى تعيدها الى الوراء نرصد الاخبار وانعكاساتها على الانسان نحلل الخبر نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر اضواء على الاحداث الخبر بابعاده المختلفه سنوات من الحوار بخط سير ثابت الخطى الظلم الموجود الفساد الموجود امتناع الحريات ما يفعله السيسي في مصر وسقوط العالم عليه ماذا يتوقع الناس في النهايه هذا سينفجر في وجه العالم حضر الاعتراف من القتل وسيدهم استحضر نموذج شخص بيّن ان محمد بن سلمان لا يتحمل حتى الساكتين حتى الساكت لا يتحمله متوازن الطرح يرى الصورة بكل ابعادها اهلا بكم مشاهدينا الكرام الي اليوم من اوراق تركيا اليوم فتحنا ملف السياسه الخارجيه لتركيا قبل العداله والتنميه والاهم يعني ما نتابعه الان والحين هو سياسه تركيا الخارجيه مع حزب العداله والتنميه نجدد الترحيب بضيفينا في الاستوديو دكتور بوران كورول استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون والدكتور سعد حاج البحث متخصص في الشان التركي اهلا بكم من جديد ضيفنا الكريمين وفي اخر الجزء الاول توقفنا دكتور بوران حول سياسه الولايات المتحده تركيا تجاه الولايات المتحده الامريكيه وطبيعه هذه العلاقات المازومه ولكن هذه العلاقات المازومه الدكتور برهان وباختصار لم تكن فقط مع الولايات المتحده الامريكيه وايضا مع الاتحاد الاوروبي تقريبا تركيا هي يعني امام باب الاتحاد الاوروبي وضوء احمر ولكن هو خافت يعني اصلا مثل ما ذكرنا خاصه مع الربيع العربي تركيا من الدول التي وقف مع الربيع العربي مع الشعوب ولكن هذا ادى الى تخوف الدول الغربيه لانهم اكثرهم متفقين مع قاده هذه الدول تركيا لها علاقه مع كل الدول ولكن تركيا من من خلال تجربته الشخصيه تؤمن بان الديمقراطيه والحريات هي الدواء الاساسي لهذه الدول لذلك دعم بدون اي شرط هذه الثورات العربيه بينما دول اوروبيه اتخذوا موقف من من هذه آه مثلا انقلاب آه دعم الانقلاب العسكري في مصر بقي تركيا يمكن الدولة الوحيدة التي رفض هذا هذا الانقلاب إلى الآن هذا الموقف موجود آه يعني, يعني, عدم الترحاب بتركيا في الاتحاد الأوروبي هي مسألة سياسية؟ يعني بالدرجة الأولى هي الاتحاد الأوروبي طبعا هناك يعني مع أنه هناك علاقات آه قوية اقتصادية وطبعا تركيا تعتبر من دول الديمقراطية بشكل عام في العالم ولكن يبقى المصالح الدول الغربية ما زال أو الذاكرة الغربية ما زال تنظر إلى تركيا كخطر خاصة في حكم مجال فرصة تركيا يمكن أن تتحرك في تلك المنطقة براحة أكثر لسبب الجوار ولسبب العلاقات التاريخية أما أوروبا اصلا هي التي يعني يعني قطفت تركيا من من اوروبا من العالم العربي ولا تريد ان تتحد بمعنى تتحد تركيا مع هذا العالم وتصير هناك قوه ضد التدخل الاوروبي في المنطقه، لذلك اوروبا دائما تنظر الى تركيا يعني كمنظر شكت خاصه السمه الاسلاميه الموجوده في خاصه في بعض الاحزاب تعتبر من طرف تركيا من الدول الاوروبيه خطر على وجود الاوروبي وموضوع الاسلاموفوبيا يعني اسلاميه تركيا واسلاميه توجه حكومه العداله والتنميه هو الذي ازعج وجعل من تركيا غير مرحب بها اوروبيا ولكن دكتور سعيد ليس تركيا غير مرحب بها فقط اوروبيا هناك اصوات تدعو الى يعني طرد تركيا من الناتو هناك اصوات تدعو الى ان لا تكون تركيا في هذا الفضاء الغربي وصلنا يعني منذ ايام انه نائب في البرلمان الاوروبي يمزق العلم نائب يوناني يمزق العلم التركي. يعني تركيا غير مرحب بها في عديد الفضاءات. والحقيقة الحقيقه في يعني في في سبب اساسي او في سياق اساسي ان تركيا اليوم ليست تركيا خلال الحرب البارده، وهذا اعتقد انه متغير مهم جدا. بعض الاطراف غير قابله ان تتعامل معه على هذا الاساس، في المقدم منها الولايات المتحده الامريكيه هي تريد ما زالت تريد ان تتعامل مع تركيا كما كانت ايام الحرب البارده، قاعده متقدمه لناتو تفعل يعني تؤمر فتفعل وتنهى فلا تفعل. وهذا الان متغير جدا يعني تغيرت جدا يعني شعور تركيا بنفسها ومكانتها وبدورها وما تسعى لفعله وتعظيم القوى الذاتيه والعلاقات المشتبكه في السياسه الخارجيه كلها الحقيقه انقلبت راسا على عقب وبالتالي لم تعد تركيا مستعده ان تتعامل بنفس هذا المنطق واصرار الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو على التعامل بهذا المنطق اعتقد انه يعني سبب كل هذه الازمات طبعا طبعا الدعوات لاخراجها من الناتو ليست يعني دعوات واقعيه ربما رفضها أو رفض دخولها للاتحاد الأوروبي صحيح وواقع يعني لأسباب ثقافية ولأسباب سياسية ولأسباب اقتصادية ولأسباب فنية متعلقة بمسار الانضمام والتفاوض أنا أعتقد أن تركيا تدرك باتت أنها لن تكون يوماً جزء من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي لا يريدها خصوصاً أنه يعني الاشتراط الإجماع داخل دول الاتحاد الأوروبي على فتح ثم غلق كل فصل من فصول التفاوض في ظل وجود اليونان وقبرص اليونانيه وفرنسا وغيرها من الدول التي تضع فيتو على عدد من هذه البنود، انا اعتقد انه شبه مستحيل ان تنضم تركيا يوم الاتحاد هذا, هذا مفهوم لكن في النات الحقيقه لهذا الامر مختلف طبعا. اولا لانه النظام الاساسي لا يتيح امرا كهذا، يعني ما في ماده متعلقه بكيف تخرج دوله من حلف شمال الاطلسي. ثانيا لانه لا هناك التزام تركي مقبول الحقيقه الى حد بعيد جدا من كثير من سياقات الناتو يعني كثير من حتى العمليات العسكريه او العمليات التي لها طابع عسكري معين مثل افغانستان وغيرها موجوده فيها تركيا في نهايه المطاف بالتالي هي ليست مخلة انجاز التعبير بالتزاماتها في حلف شمال الاطلس بالعكس ربما هناك عتب تركي على دول الحلف او على الحلف كحلف انه لم يقف الى جانبها مثلا في وقت اسقاط المقاتله الروسيه صدرت تصريحات من ستوتنبرغ في, في ذلك الوقت عم. انه تركيا ليست معتدى عليها وانه هي ربما يعني ينبغي ان تدير الامر بنفسها وليس دفاعا عنها، سحب بطريات باتريوت على غير الرغبة منها في ذلك الوقت ايضا، ربما كان ايضا يشير الى ذلك، وبالتالي انا اعتقد انها ليست يعني لكن في نهاية المطاف السمة الابرز انه علاقة تركيا مع حلفائها الغربيين التقليديين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي تغيرت كليا الحقيقة عن حالة الحرب الباردة لم يعد لم تعد تركيا الآن دولة غربية أو دولة من دول المحور الغربي فقط وحصرا وحكرا لكن باتت لها علاقات مع الصين ومع روسيا ومع غيرها هذه السياسة متعددة الأبعاد التي تتحدث عنها داود أغلو متعددة المحاور والتي تعطي تركيا شيئا من التوازن وتساهم في شيء يعني استقلاليه نسبيه دعني اسميها في السياسه الخارجيه بمعنى بحث تركيا عن مصالحها وليس التزامها بمحور معين فقط في السياسه الخارجيه وهذا دفع البعض ان يسال هل تحولت تركيا الى الشرق؟ نتابع هذا التقرير ثم نود النقاش. منذ تاسيسها سارت الجمهوريه التركيه الوليده على مبدا الانكفاء على الذات وعدم التدخل في الازمات والاحداث العالميه والاقليميه لا سيما في منطقه الشرق الاوسط والعالم العربي سريعا انضمت انقره لحلف شمال الاطلسي ما جعلها قاعدته المتقدمه في مواجهه الخطر الشيوعي انذاك ومنفذه بدقه لاستراتيجياته وسياساته دون ان يكون لها رؤيتها المستقله كما هي حال معظم الدول خلال الحرب البارده وصل حزب العداله والتنميه للحكم بعد انتهاء الحرب البارده وفي ظل تطورات دوليه عديده تحاول في تشكيل نظام عالمي جديد فحاول قدر الامكان اعاده صياغه سياسه بلاده الخارجيه بما يتفق ورؤيتها الجديده لنفسها ملتزما مبدا سياسه خارجيه متعدده الابعاد والمحاور بعيدا عن الاحتكار الغربي السابق لها وهكذا نسجت تركيا علاقات جيده مع روسيا والصين فضلا عن دول المنطقه، إلا أن السنوات القليلة الأخيرة قدمت مشهدا مختلفا لتركيا، حيث بدت أكثر قربا وتنسيقا مع خصمها التاريخي روسيا من حلفائها التقليديين في الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. تقول أنقرة إن سبب ذلك هو تجاهل الأخيرين مصالحها. واولويات امنها القومي وعدم تصرفهم كحلفاء حقيقيين في عده محطات واحداث مهمه، بينما يقولون انها بدلت سياساتها ولم تعد ملتزمه تماما بالتحالف معهم. وما بين هذا وذاك يرى مراقبون بان انقره ترى مصلحتها في سياسه متوازنه قدر الامكان بين الشرق والغرب بما يمنحها اكبر قدر من المرونه. وبالتالي الاستقلاليه في قرارها لتحقيق مصالحها الوطنيه والقوميه، وان ذلك لا يعني بالتالي انتقالا تاما من المعسكر الشرقي للتحالف مع موسكو، فما بني على مدى عشرات السنوات لا يمكن هدمه او الانقضاض عليه في سنوات قليله، بافتراض وجود نيه لدى انقره بذلك، وهو ما لا تتبدى اي مؤشرات عليه حتى اللحظه، يقول هؤلاء. معنا عبر الهاتف من موسكو سيد فيتيشلاف ماتوزوف المحلل السياسي الروسي سيد ماتوزوف اهلا بك اهلا بك سيد ماتوزوف معنا عبر الهاتف من روسيا من موسكو تحديدا طيب الى ان يجز سيد ماتوزوف هل تسمعني اهلا بك اهلا بك سيد ماتوزوف اذا العلاقة الروسية التركية في المدة الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا ولكنه تقارب لم يحافظ على مسافة الأمان في هذه العلاقة صح التعبير وكثيرا ما كانت هذه العلاقة مرتبطة بالمصالح وأحيانا مصالح لحظية وليست مصالح تبنى على علاقة استراتيجية طويلة المدى روسيا ابدا واطلاقا ما نظرت على تركيا كخليف استراتيجي لها في الشرق الاوسط او على حدود الجنوبيه لروسيا. تركيا كانت دولة الكبيرة مهمة جيران روسيا في الجنوب ولذلك علاقات معها روسيا بنعت على اساس مصالح مشتركة وهذا لا يعني ان ما كانت لدينا الخلافات مع تركيا عندنا موقف خاص بأشياء عديده وفي مصالح مشتركه باشياء كذلك عندنا مثلا فوارق وخلافات حول حرب سوريا لان نحن لا تزال من البداية الازمه السوريه نشاهد وننظر و حتى التغلغل القوه الارهابيه الى سوريا من الخارج على طريقه تركيا ولا شك ان تركيا لعبت دورا كبيرا في تغلغل العناصر الارهابيه تعيش ومرتزقه من كافه انحاء العالم لأعطوا إلى سوريا لمكافحة النظام السوري أو سوق سوري كما يقال ولذلك فوارق كانت دائما ونحن كنا جديين وتركيا لها دولة مستقلة لها الدور الكبير ومش دائما هذا الدور يناسب لروسيا لا شك طيب يون... س... سيد, سيد ماتازوف بعد اذنك يناسب روسيا وايضا يناسب روسيا ان تحدث انشقاقا او تحدث يعني خرقا في الكتله الغربيه عن طريق تركيا هناك من يرى بان هذه الورقه التركيه تلعب بها روسيا من اجل احداث شرخ كبير في الكتله الغربيه غربيه حلف الناتو اساسا والحلف جمال الاطلسي تركيا كانت تاخذ الموقف مختلف وانا اعرف ان تركيا كانت منذ كم سنه حليفا استراتيجيا لاسرائيل وهذا كان السياسه الخارجيه معلنه لحكومه تركية رسميا واليوم تركيا تواجه المخططات الاسرائيليه في الشرق الاوسط وهذا متغير انا لا استثنى بعد مرور الوقت عندما مصلحه اقتصاديه او اخرى سوف يفرض على تركيا اعاده علاقات مع اسرائيل نفسها موقف تركي تنطلق من حسابات الحكومه التركيه والقياده التركيه والسلطه التركيه ولذلك لا احد يستطيع ان ينبه اي موقف سوف يكون لدي تركيا غدا نحن واقعيين نحن نثر على تركيا بكل سلبياتها وايجابياتها السياسه الخارجيه التركيه هذا ملك السلطه التركيه وليس الروسيه نحن ولكن ولكن سيد متازوف واختم معك يعني بهذا السؤال احيانا نشعر بان روسيا تبتز الموقف التركي طبعا عندما تركيا تسقط طائرة روسيا طبعا روسيا اتخذت تدابير نكاحيه ومنعت وعملت قطعة علاقات اقتصاديه مع تركيا وهذه العلاقات مهمه للاقتصاد التركي وعندما كانت محاولة انقلاب ضد اردوغان في تركيا عندما كانت قوات الجوية تركية تمردت وكانت محاولة اغتيال اردوغان في احد المساحات في انطاليا وين هذا كانت مركز مركز التمرد؟ مركز التمرد كانت في القاعده الامريكيه في جنبا لجنب مع القاعده العسكريه الامريكيه ليس وكما يقال على, على كل على كل امام هذا المشهد وامام هذا المشهد المتحرك في الاقليم وايضا دوليا دائما تبقى العلاقه بين روسيا وتركيا لا هي هادئه ولا هي متوتره في اطار البحث عن صيغه اخرى ممكن لشراكات او تحالفات اشكرك سيد فيتشسلاف ماتازوفا المحلل السياسي الروسي كنت معنا عبر من موسكو شكرا لك و إليك أعود دكتور برهان إذا آه هذا في المحور الروسي وهذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك فواعل إقليميين تحدثت عن مصر هناك السعودية هناك الإمارات في فترة ما حتى في برنامج أوراق تركيا تحدثنا ويتذكر ذلك دكتور سعيد تحدثنا ممكن عن شراكة آه 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 تركيا سعودية قطرية في الملف السوري وفجأة نجد نفسنا أمام أن في مرحلة ما 2017 2018 أصبحت السعودية خصم مباشر لتركيا. يعني طبعاً هذه فعلاً يعني تغيرات سريعة ولكن ليس فقط مرتبط بعلاقة تركيا مع هذه الدول. هناك تغيرات في داخل منظومة هذه الدول الموجودة. مثلاً في الخليج هناك كان أزمة كبيرة بين السعودية وقطر. وتركيا تدخل في هذا الموضوع لانه تركيا تعرف انه الهجوم السعودي على قطر لم تكن يعني منصفا ولا ولم تكن لمصلحه المنطقه لذلك تركيا تدخل وهذا طبعا ازعج السعوديه ولكن التغيير الجذري الذي يحدث في الداخل السياسه السعوديه كذلك يعني يجعل السعوديه تتحرك يعني تحركات غير منطقيه وفيما يتعلق طبعا موضوع مصر تركيا منذ البداية ما عندها موقف من الانقلاب العسكري أنه ترفض ولكن بينما السعودية هي تدعم الانقلاب العسكري وكذلك في ليبيا مثلا هناك الآن تركيا تدعم الشرعية وكذلك هذه الشرعية أصلا تقدم فرصة لشعبها من خلال اتفاقية بين تركيا وليبيا حول الموضوع الشرق المتوسط بينما هناك يعني طرف الإماراتي والسعودية يدعمون الحفتر هي اسكر المنقلب مره اخرى منقلب على يعني مستقبل البلد لذلك هذه المواقف انا قلت في البدايه هناك مبادئ لتركيا دعم اولا يعني احترام لراي الشعب والديمقراطيه والحريات اي جهه تريد ان تقلل من هذه العناصر تتواجه مع تركيا يعني, تركيا. يعني لما نحاسب تركيا في سياسات الخارجية نحاسب مدى التزامها بدعم الشعوب حر... في التحرر والبحث عن الديمقراطية ومناخ الحريات يعني هذه جهة هناك يمكن جهات أخرى مثلا في وقت نفسه ما زال هناك علاقة اقتصادية بين تركيا ومصر موجودة وبين الدول المنطقة الأخرى هذا م. لا يمنع بيننا مشاكل مع روسيا خاصة في الأزمة الأخيرة في سوريا ولكن علاقة تركيا الاستراتيجية موجودة مع روسيا إذا يعني لا يمكن أن نفك علاقاتنا فقط مجرد من خلال نقطة واحدة ولكن إصرار تركيا مع كل الناس مثلا في سوريا في روسيا الآن تركيا تنتقد يعني هذا الضم القرم إلى هذا لا, لا يمكن أن تقبلها منذ يومين هذا يمكن قد تزعج روسيا ولكن تركيا يجب أن تصر على هذه الموضوعات لان كلها مرتبط بتاريخ تركيا بتوجهات الايديولوجيه والسياسيه لتركيا وهذا لا يمكن ان تكون يعني يوضع في الجنب ولا أن نتعامل مع هذه الدول فقط من خلال المصلحه او البراغماتية هذا غير غير وارد. طيب وانت استاذ العلاقات الدوليه وتعلي جيدا ماذا تعني المصلحه بالنسبه للدول وأنا للدكتور سعيد ايضا يعني تركيا كان موقفها مرتبكا. في فبراير 2011 مما يقع في ليبيا، نظرا للمصالح الاقتصاديه الضخمه والضخمه جدا كانت لتركيا حينها في هذا اضافه لما ذكره الدكتور بورانا والتخوف من التدخل الخارجي. اضافه وال... ايضا لعدد الشركات والاستثمارات بضب... وال... والمواطنين الأتراك بضب... يعني, رضي يعني رضي هنا نتحدث عن هذا ال... لكن, لكن تدخل التركي كان تدخل برضه ايجابي لحل المشكله مثل انقاذ الناس من هناك ويعني ايجاد حلول يعني... بين الاطراف هذا يعني. هذا هاد... في حد ما في اخر الامر سياسه الدول ولكن في 2019 عندما تدخل تركيا وهنا من, من الباب الواسع اتفاقيه امنيه اعاده ترسيم حدود وانخراط تام في الازمه الليبيه دعما اللي لحكومه وفاق المعترف بها دوليا على اساس انها هي الجهه الشرعيه في ليبيا هل هذا يعتبر اتى متاخرا ام هو ايضا يخضع هنا الى لعبه المصالح الكبرى هنا نتحدث عن الطاقه وهو محرك جمله علاقات دوليه في العالم والحقيقة هناك سياقان استراتيجيان واضحان للانخراط التركي في الأزمة الليبية وكلاهما مهم واستراتيجي بالنسبة لتركيا واحد متعلق بالنفوذ أو الصراع والتنافس الإقليمي بمعنى أن هناك محور مواجهة لتركيا أو خصم لتركيا مؤخرا في عدد من ملفات المنطقة وهو حاضر بطريقة أو بأخرى في الملف الليبي داعما لحفتر بينما تركيا الآن تتخذ الجانب الآخر وبطبيعة الحال الموقف التركي هنا مغطى سياسيا اكثر لان حكومه الوفاق معترف بها دوليا معترف بها الامم المتحده وبالتالي هي لا تتدخل في ازمه على غير او عكس القانون الدولي وعكس التوجه لكنها على الاقل هي تتدافع مع محور اخر في 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 الجهه الليبيه او في الازمه الليبيه الامر الثاني السياق الثاني الذي لا يقل اهميه عن ذلك انه ترسيم الحدود البحريه والمناطق الاقتصاديه ثم اتفاق التعاون العسكري والامني مرتبط بشكل مباشر الحقيقه هذا السياق بامن الطاقه التركي تركيا الدولة الاقليمية الكبيرة الصاعدة التي طامحة لأدوار كبيرة جدا مفتقرة للطاقة، هي تستورد الجزء الطاغي الأكبر ربما حوالي 90 و 95% من حاجتها من مواد الطاقة الأولية تستوردها من الخارج. الآن هناك سياق اقليمي حاول إبعاد تركيا وتجاهلها وتجاهل حقها وصالحها في شرق في غاز شرق المتوسط بعدما ظهرت كل هذه الأحواض في في عدد من الدول أو سواحل الدول، رغم أنها تملك ربما الرصيف القاري أو يعني الشاطئ الأكبر على هذا الشرق. المتوسط اعلان منتدى الشرق المتوسط يستثنيها تماما هناك حديث بين مصر وبين اليونان وقبرص السودانية ودولة الاحتلال وحتى بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا لكن تركيا غير موجودة وبالتالي هذه الحقوق التي خسرتها بهذا الاستثناء وهذا التجاهل تعود إليها مرة أخرى تركيا من خلال ترسيم الحدود لا سيما أنه كان هناك افتئات يوناني أو يعني مبادرة من طرف واحد لاستغلال الظروف في ليبيا وبالتالي حتى أخذ حقوق لليبيا وعدتها مصرية أيضا وبالتالي هذا الاتفاق أو ترسيم الحدود وبالتالي تثبيت حكومة الوفاق هو مصلحة تركية حقيقية استراتيجية متعلقة بأمن الطاقة لأنه يعيد تشكيل أو ترسيم حدودها البحرية المتنقلة الاقتصادية يعيد لها إمكانية التنقيب عن الغاز في سواحلها وسواحل قبرص وما الى ذلك دون او يعني بتخفيف الضغوط عليها اكثر فاكثر. بطبيعه الحال هناك جزء متعلق بالصراع الداخلي الليبي لكن لا تتدخل تركيا هنا او لا تعلن انها تتدخل او تدعي لنفسها انها تريد ان تكسر مثلا حفظ ثمان وتريد ان تنصر حكومه الوفاق تريد توازنا في المشهد يؤدي لحوار وبالتالي حل سياسي لكن على قاعده بقاء اتفاق ترسيم الحدود البحريه. وهنا نتحدث عن اتفاقات يعني لا يمكن الحديث عن توازنات واتفاقات في الملف العلاقات الاسرائيليه التركيه يعني باختصار شديد جدا لانه تقريبا الوقت انتهى ولكن لا يمكن ان نمر على هذا الملف هكذا هل العلاقات هذه وهنا تحدثنا عن الامن والاقتصاد العلاقات التركيه الاسرائيليه هي تبنى على قاعده تقاطع مصالح الاقتصاد او الامن يعني طبعا اولا الدولتان بينهما علاقه موجوده علاقات اقتصاديه موجوده كذلك وسياسيه موجوده كذلك ولو انه اذا نخفف من خلال تصرفات اسرائيل في فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ولكن كلنا نعرف ان تركيا من خلال التصرفات السياسيه ومن خلال الخطاب السياسي من خلال كذلك موقف يعني المجتمع المدني وكلها عندها موقف مبدئي كذلك من القضيه الفلسطينيه وتريد تركيا كذلك حل في القضية الفلسطينية مثل ما تريد حل في سوريا لذلك اتفاقية بين مثلا روسيا وإيران من أجل إعادة الدستور في ليبيا نفس الشيء تركيا تريد السلام لا تركيا لا, تركيا لا تريد الحرب ولكن كذلك في موضوع الفلسطين ولكن الكل عالم يعترف أنه هناك حق مقتصب آآ آآ للشعب الفلسطيني لذلك هذا الموقف كذلك موقف مبدئي موقف ديني موقف إنساني آه، هذا الموقف طبعا قد تؤدي الى كذلك قطع العلاقات تخفيف العلاقات العلاقات طبعا قلة بالمقارنه بالمره ولكن الاقتصاديه في في موجوده ولكن قد كان لو لو هذا لو لا هذا الموضوع كان يمكن تطور الى يعني ابعد من ذلك العلاقات الاقتصاديه لذلك اكيد تتاثر بذلك وبينما موضوع مثلا الشرق المتوسط تركيا عندها مبدا تقول لا يمكن ان تحتكر دوله واحده أو دولتان هذه الثروات في الشرق المتوسط، هناك حق لكل دولة، لذلك تركيا تدافع عن حق حتى الشعب الفلسطيني من خلال شواطئ الغزة وكذا، حق الشعب اللبناني، حق مصر وكذا، هذا أعتقد كذلك دائما يتردد يعني موقف، كان يمكن أن تتفق تركيا مع إسرائيل، يعني طالما حدود تركيا على الشرق المتوسط طويل جدا بينما تركيا تريد اشراك كل الجهات للاستفاده من هذا الا واعتقد تركيا عندها قدره كافيه لتقطع يعني مد الغاز الى الى اوروبا من من خلال حقوقها الدوليه على كل دكتور برهان دائما تبقى لغه المصالح وتقاطع المصالح والامن القومي التركي مساله مهمه في تحديد سياسات طبعاً. تركيا الخارجيه اضافه الى ما هو سياسي وايديولوجي اشكرك دكتور برهان كروغلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون دكتور سعيد الحاج الباحث متخصص الشان التركي شكر لزملاء في الاعداد والتنفيذ لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه حتى نلتقيكم في امان الله